بسم الله الرحمن الرحيم، وعلى بركة الله دائما وابدا نستعين. مشاهدينا متابعينا الكرام في كل مكان، نحييكم ونرحب بحضراتكم اجمل واطيب تحية وترحيب. شوطنا الثالث للقعدان المحليات الاصايل، ومع سن الابداع مع سن الابداع والامتاع، نبدأ مع المركز الاول، نبدأ مع الصدارة والتحدي. ينطلق في هذه اللحظات هنا شاهين لحمدان بن محمد بن سالم الاكتبي، من يقدم لنا شاهين مع اول المراكز، المركز الثاني والحضور من المارد. المارد هو القادم بشعار احمد بن حميد بالدويس الشامسي، هو مقدما لنا انطلاقة المارد. والمركز الثالث الحضور من مقلاع، القادم في هذه اللحظات محمد بن صغيرون بن حميد الدرعي، مقدما لنا مقلاع بحضوره مع المركز الثالث. المركز الرابع في هذه اللحظات سوغان سيف بن محمد بن حزيم المنصوري. والمركز الخامس، خامس المراكز حضور وتواجد في هذه اللحظات، من غازي لمحفوظ بن خميس بن علي الجنيبي، مقدما لنا شعاره ومقدما لنا غازي. المركز السادس الحضور من القفاي مايد بن سعيد بن هلال الخاطري، مقدما لنا شعاره مع سادس الاسماء. سابع الاسماء وتابع حزام، القادم هنا طويرش بن نادر بن طويرش بن حموده الاحفاري، يقدم لنا شعاره. والمركز الثامن يتقدم في هذه الاثناء مشكور محمد بن عتيق بن شامس العامري، قادم بشعاره، قادما ومقدما لنا انطلاقة هذا القعود. وتابع ايضا الحضور والتواجد والانطلاق من خلال هذا الاندفاع نسناس محمد بن خويتم بن بخيت بن خويتم العامري، بينما وتابع ايضا في هذه اللحظات سلهود محمد بن عبيد بن سويد العامري، قادم مع المركز العاشر. هكذا النداء للأسماء الأولى الحاضرين المتقدمين من خلال هذا الاندفاع. عودة إلى مقدمة الشوط، عودة إلى المركز الأول وإلى التحدي الأول وإلى هذا الحضور ليتقدم في هذه اللحظات مقلاع مقلاع مقلاع. مع البداية محمد بن صغيرون بن حميد الدرعي، مقدما لنا مقلاع بهذا الحضور المميز بهذا الحضور الكبير. المركز الثاني يحضر في هذه اللحظات غازي بشعار محفوظ بن خميس بن علي الجنيبي، مقدما لنا غازي مع المركز الثاني. المركز الثالث الحضور من المارد احمد بن حميد بالدويس الشامسي مع المركز الثالث. المركز الرابع وصل في هذه اللحظات شاهين حمدان بن محمد بن سالم الاكتبي، هو القادم هو الحاضر مع رابع الاسماء. اما المركز الخامس فهو تابع في هذه اللحظات عزام طويرش بن نادر بن طويرش بن حموده الاحفاري مع المركز الخامس. المركز السادس الحضور في هذه اللحظات والقدوم من قفاي مايد بن سعيد بن هلال الخاطري، وصل وصل مع انطلاقته مع المركز السادس. المركز السابع القدوم من العابر سيف بن سهيل بن خير الاحفاري، قادما في هذه اللحظات. والمركز الثامن الحضور من لايق مبارك بن محمد بن عنوده العامري، وصل في هذه اللحظات بن عنوده ليقدم لنا لايق، بينما الحضور مع المركز التاسع في هذه اللحظات القادم سلهود محمد بن عويد بن عبيد بن سويد العامري. والمركز العاشر يحضر في هذه اللحظات اول نداء لمثير
راشد بن نافع بن عبيد بن سعيد الوهيبي، من يقدم لنا شعاره؟ من يقدم لنا اندفاعة مثير؟ النداء الثاني للأسماء الأولى ينقضي، للشعارات الكبيرة، للشعارات المميزة الحاضرة، ولكن مدلوع مدلوع ما زال مع البداية، مدلوع ما زال مع التحدي، مع الانطلاق الأول ومع التحدي الكبير. يقدم لنا مدلوع محمد بن صغيرون بن أحمد الدرعي، يتقدم الدرعي ينطلق، وبن محفوظ بن خميس الجنيبي يقدم لنا شعاره مع المركز الثاني، غازي غازي لمحفوظ بن خميس بن علي الجنيبي، والقادم الحاضر عزام طويرش بن نادر بن طويرش بن حمود الحفاري، والمركز الرابع الحضور من لايق مبارك بن محمد بن حنود العامري مع رابع الأسماء، والمركز الخامس القادم القفاي مايد بن سعيد بن هلال الخاطري، هو الحاضر أيضا والقادم في هذه اللحظات. يتقدم المختبر لحمدان بن محمد بن حمد راعي شيجة العامري، والعيدهي رامس بن محمد بن ضبيب العامري العامري. المعركة النهائية، المعركة الأخيرة ما بين الكبار، ما بين الكبار، ما بين العمالقة، ولكن المقدمة المقدمة مع عزام طويرش بن نادر بن طويرش بن حمود الأحفاري، والقادم العيدهي العيدهي، ولكن طار طار نحو الانتصار. لايق يا لايق مبارك بن محمد بن عنوده العامري، بن عنوده بالإبداع، بن عنوده بالإمتاع، مع هذا السن سن الإجداع، بن عنود بن عنود يقدم لنا لايق لايق يا لايق الإنجازات، يا لايق البطولات. مبارك بن محمد بن عنود العامري 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 يخطف ناموس هذا الشوط بكل جدارة بكل استحقاق مع لايق. المركز الثاني كان حضور مشاهدينا الكرام اللي هو العيدهي رامس بن محمد بن ضبيب العامري، والمركز الثالث عزام طويرش بن نادر بن طويرش بن حمود العفاري، والمركز الرابع كان حضور وتواجد مقلاع لمحمد بن صغيرون بن حميد الدريعي، والمركز الخامس كان حضور هياط بشعار عبد الله بن سلطان بن محسن العامري. تهانينا لمالكي لايق على هذا الفوز والانتصار، مبارك بن محمد بن عنوده العامري بالإبداع انتزع ناموس هذا الشوط. راعي لايق بن عنوده قدم الأداء الكبير، قدم الأداء المميز في صباح هذا اليوم مع لايق وحضور لايق. التوقيت الزمني ولحظة وصوله وقطوع مسافة الخمسة كيلومترات. كان لايق المبارك بن محمد بن عنوده العامري. ننتظر التوقيت الزمني ولحظة وصول هذا الشعار المميز والكبير. شعارك يا بن عنوده، من قدمت الأداء الكبير والمميز في هذا الصباح. 7 دقائق 44 ثانية وجزء واحد من الثانية. المركز الثاني كان العيدهي رامس بن محمد بن ضبيب العامري، قدم لنا شعاره مع العيدهي مع المركز الثاني. 7 دقائق 46 ثانية وتسعة أجزاء من الثانية. المركز الثالث كان حضور أيضا عزام طويرش بن نادر بن طويرش بن حمودة العفاري. توقيته ولحظات وصوله 7 دقائق 47 ثانية وجزء واحد من الثانية. تهانينا وألف مبروك لجميع الفائزين. بسم الله الرحمن الرحيم، على بركة الله نتوكل ونستعين، انطلاقاتنا متواصلة، التحديات